بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في موقع عسكري قيد الإنشاء تم السيطرة عليه من قبل كتيبة العقاب التابعة للواء الإسلام في بادية الشام على جبهة أميل في ريف حماة الشرقي. هذا الموقع موقع عسكري استراتيجي كانت تتحصن فيه عصابات الأسد والشبيحة. نحن نشاهد الآن بعض الأنفاق والسراديب. هذه الأنفاق والسراديب هنا نشهد ما هي عملها، ولكن يبدو أن هناك شبكة من الأنفاق تحت هذا الموقع. هذا الموقع يعتقد أنه موقع عسكري مهم كانت تستخدمه عصابات الأسد في هجومها على قرى ريف حماء الشرقي. بإذن الله الحمد لله تم السيطرة عليه، وسنتأكد من ماهية عمل هذا الموقع بإذن الله. نشاهد الآن هنا بعض السراديب، هناك شبكة من الأنفاق تحت هذا الموقع، شبكة كبيرة. هناك بعض الآبار، بعضها آبار ماء وبعضها آبار نجهل ما هي عملها. هذا هو الموقع العسكري من الخارج، يتوسط هذا الموقع قرى للطائفة الإسماعيلية والسنية والعلوية. ونشاهد هنا حيث يتمركز عصابات الأسد والشبيحة في تلك القرى. هناك نشاهد هنا أحد هذه الخنادق، النفق هذا مؤدي إلى شبكة من الأنفاق تحت هذا الموقع. هذا الموقع يعتقد أنه قاعدة صواريخ كان سيعتمد عليها النظام. نشاهد هنا شبكة من الخنادق كان يتمركز بها شبيحة النظام، بفضل من الله تم تحريرها من قبل كتيبة العقاب التابع للواء الإسلام في بادية الشام. هناك نشاهد أيضا أحد الأبواب المؤدية إلى الخنادق أو مجموعة الخنادق تحت هذا الموقع. نشاهد اتساع هذا الموقع. هناك شبكة من الخنادق تحيط بهذا الموقع، الموقع العسكري الذي تم تحريره من قبل كتيبة العقاب التابع للواء الإسلام في بادية الشام في ريف حماة الشرقي جبهة أميل. نشاهد هنا هنا بعض منصات الصواريخ والقواعد. الحمد لله تم تحريره من قبل كتيبة العقاب التابع للواء الإسلام في بادية الشام. المرابطون الآن على جبهة بري الشرقي، والمحاصرون لكتيبة المدفعية هناك وفي هذا الموقع القريب من عصابات الأسد والشبيحة وقراهم القريبة من هنا. يتعرض هذا الموقع لقصف مدفعي والطيران بشكل مستمر، ونخشى الآن من وقوع بعض القذائف. الله أكبر ولله الحمد. فهم عناصر كتيبة العقاب التابعة للواء الإسلام في بادية الشام حيث يرابطون على ثغور هنا. نشاهدها هم العناصر لواء الإسلام. تم بعون الله تعالى تحرير موقع للشبيحة الأسدية من قبل كتيبة العقاب تابع للواء الإسلام في بادية الشام. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! الله أكبر! ها هم عناصر مجاهدي كتيبة العقاب التابعة للواء الإسلام في بادية الشام، مرابطون في ريف حماة الشرقي على جبهة أميل. الله أكبر ولله الحمد.